ايش رايك في صفقه عوض خميس؟ عوض لاعب يملك الامكانيات شيء الكثير، واعتقد انها صفقه مهمه وفي وقت مهم، والله ينفع به ان شاء الله ويوفقه ان شاء الله. طيب محمد نور وش رايك فيه؟ محمد نور اسطوره من اساطير كره القدم السعوديه. محمد نور يقرب لك؟ ايه يا اخوي في الله، ندمت انك ما لعبت مع الاتحاد؟ الاتحاد فريق كبير والعميد، انجازاته وتاريخه وجماهيره ولعيبته ونجومه يحكون عنه يعني. فانا ما ندمت اني لعبت الاتحاد، اني لعبت للهلال يعني. ف يعني تشبعت يعني، زي ما يقولون الرغبه تشبعت في شيء انا كنت احلم فيه يعني منذ الصغر يعني، ولا العميد يبكى عميد. ندمت انك ما رحت للسيتي؟ نعم ندمت، قد عدد شعر راسي. ليش؟ لانه كان الخيار في يدي وانا اللي رفضت، واعتقد الامير محمد بن فيصل حلو يسمعني بيقتلني، لانه هو موقع مخلص وانا اللي خربت الدين، لكن الحمد لله رب العالمين وعاضنا الله خير الحمد لله. وش رايك في اللي يستهزئون بالزعيم؟ لا ان شاء الله ما في استهزاء، انتم تعرفون نظرتي انا على التعصب، وارجع للمره مليون اقول احب فريقك بيديك ورجليك، سو كل شيء لفريقك بس لا تضر احد، لا تضر غيرك، لا تكره غيرك، انت مو مجبر انك تكره غيرك، انت مجبر تحب فريقك وتدعم فريقك فقط، لا تدعم فريقك عن طريق كراهيه الفرق الاخرى او محاولة تعطيلهم أو سبهم، لا انشغل بفريقك فقط وادعمه، حاول انك تساعد في تطوير ايجابي، وصدقني حتحس ان كرة القدم حلوة. للبيع الساعة اللي ورا والله بسألهم ما ادري.